برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو. النهاردة طبعا حابين نتكلم مع حضراتكم على موضوع جميل جدا ومهم لكل أسرة عندها طفل أو طفلة من ذوي القدرات الخاصة. أمهات كتير بعت لنا على صفحتنا برضو بيقولوا لنا إزاي إن إحنا نستخرج كارنيه الإعاقة أو كارنيه الخدمات المتكاملة. طبعا الولاد ذوي القدرات الخاصة بيبقوا محتاجين الكارنيه ده لأن هو بينفعهم في حاجات كتير، وطبعا إحنا كأمهات ممكن ما نكونوش قادرين نفهم فايدته إيه بالظبط، وهل فعلا إن إحنا نسارع ونبادر باستخراج الكارنيه ولا نتأخر. فالنهارده طبعا ده اللي احنا حابين نعرفه من استاذ خالد شوقي مدير اداره الرصد والتنسيق والدعم الفني بالمجلس القومي للاعاقه، ونرحب بيه مع حضراتكم. اهلا بيك يا فندم. طبعا يا فندم الناس حابه تعرف قوي ازاي ان هم يستخرجوا الكارنيه، والبدايه بتكون منين؟ اولا بالنسبه لجميع المشاهدين، الكارنيه بنبدا اول حاجه بالمنطبي الاستخراج الكارنيه وزاره التضامن وفروعها بقى في المحافظات، فبتوجه لاقرب مكتب تاهيل تابع للمحافظه. فبروح ازاي انا المكتب التاهيل ده فين، او انا اول مره ما اعرفوش، فبروح المحافظه بشوف فين الشؤون الاجتماعيه او مكتب التاهيل اللي تابع للمحافظه في المنطقه السكني، اقرب مربع سكني عندي يتابع ليه اللي هو بطاقه الرقم القومي بتاعت الولد او شهاده الميلاد. يعني الولد الورق اللي ياخدوه معاهم ايه يا دكتور؟ الورق اللي هياخده معاه هو الورق، هم هيطلبوا منهم اجراءات اللي هو عايز التقرير الطبي من جهه رسميه معتمد، سواء مستشفيات وزاره الصحه، مستشفيات وزاره الدفاع، مستشفيات وزاره الداخليه. خلاص ده بيبقى يعني بياخد منه تقرير طبي بالاعاقه، وبيبدا بعد كده يروح المكتب التاهيل بيقدم الاوراق بتاعته، بياخد الصور وبيبدا صور ايه بقى؟ صور شخصيه. وبياخد التقرير الطبي المعتمد ما يكونش فات عليه يعني ما يكونش فات عليه اكتر من شهرين. بياخد كم صوره عشان بس بياخد صورتين يبقى المعلومات دقيقه شويه. بياخد صورتين معاه وبيروح لاقرب مكان للشؤون الاجتماعيه وبيبدا يبدا يملا استماره البيانات مع التقرير الطبي. السن المحدد بقى لاستخراج الكارنيه؟ عندما تعرف ان في شخص ذوي اعاقه، نفرض ان شخص مثلا عنده 30 سنه او حصلت له اصابه او حصلت له حادثه. هل ده ملوش كارنيه؟ لا، بيروح طبعا يبدا يعمل نفس الاجراءات. لو طفل صغير والدته او والده في خلال الاعوام يعني الاشهر الاولى عارف ان الطفل دوت عنده اعاقه، بيبدا من حقه ان هو يبدا اجراءات استخراج الكارنيه. هما الوزاره بدات لسه، لان الكارنيه ده جديد، فالوزاره عندها ضغط طبعا، فبدات بالاعاقات الشديده. ده السؤال اللي انت اجيب طبعا ان كل الناس هتسال عليه. في احنا بنروح ولسه ما فتحش المرحله الثانيه، هما كانوا بادئين بالاعاقات الصعبه. اول مرحله كانت حوالي 500,000 بطاقه طلعت، لان دي كانت وزاره التضامن عندها. يعني النظام اتغير؟ مش النظام اتغير، هو في اللي هو بطاقه الخدمات دي مميكنه دلوقتي، تطلع كده زي كارنيه الفيزا، كارت الفيزا، بطاقة مميكنة عشان يصعب تزويرها وعليها كل البيانات. انا بتحول دلوقتي للحياة الرقمية، كل حاجة بالارقام، كل حاجة بالكمبيوتر، عليه كل جميع البيانات، ايه احتياجاته، هو في سنة كام، مدرسة ايه، انواع الاعاقة ايه، الحاجات كل ده مكتوب على الكارنيه. يعني كل دوت بيبقى موجود على والبطاقة بتاعته سهل انك تحدثيها لو الاعاقة تطورت، سواء زادت او قلت. طيب يا دكتور، هل الكارنيه ده بيكون ممكن برضو يستخدمه الاطفال اللي هم عندهم الاقزام، يسموا الاقزام، لان هم بعتوا لنا برضو طبعا في القانون الجديد هم منضبطين، هم يعتبروا لا بالنسبه للاقزام طبعا يستخرجوه، بالنسبه للاقزام لحد طول معين موجود، ده طبعا اللي هي التقرير الطبي هو اللي بيقول عليها. بس الاول ما كانش بيستخرج الاقزام؟ لا ما كانش موجود، الاقزام ما كانتش مدرجه في فئه الاشخاص ذوي الاعاقه. وهل في سن معين الاقزام يتوجهوا للوزاره او يتوجهوا للجهه المنوط بيها لاستخراج الكارنيه؟ لا، هو الكارنيه بيطلع حساس بالنسبه للقزم بقى. للقزم بيقول لك عن 18 سنه. طب ليه مش وهم اطفال يعني؟ لا، في بالنسبه للاطفال برضه هو بيقدر يروح، بس هو ده حسب تاريخ طبي، انا مش دكتور. حسب اللجنه الطبيه، ما هو المنوط بيه يعني وزاره التضامن. ما ينفعش يعملوا وزاره الصحه الاقزام وهم اطفال ما لهمش كارنيه اعاقه. ما احنا مش عارفين، هو دلوقتي دي حاجه بقى ترجع لوزاره الصحه، هو اللي بيحدد القزامه من ان ده هيبقى قزم او هيبقى انسان عادي من غير ذوي اعاقه. لان القزامه بتسجل، هو الاعاقه هي مجرد الحواجز اللي بتقابلني. انا على ويل تشير على كرسي، فبقابل سلم، هنا يبقى عندي اعاقه. الاعاقه مش في يعني الاعاقه مش مقصود بيها الجسد، مقصود اللي هي تاديه الوظائف العامه. يعني النهارده عايزين نعرف من حضرتك، هل الطفل القزم يتمتع
بيستخرج لي كارنيه ولا لا؟ هو بالنسبه بقول لك ده الدكتور هو اللي بيحدد تقرير الطبي. هو يقول لك اذا كان الولد دوت قزب ولا طبيعي. ما هو ممكن يستخرج الكارنيه هو مش لازم 18 سنه بالتقرير الطبي. بس مش شرط بالتقرير الطبي. بص يا فندم سواء ذو اعاقه او غير ذو اعاقه هو بيكشف بناء على ايه بتحدد التقرير الطبي اللي بيجيب. بس ممكن يستخرج في لجنه وهو طفل ممكن يستخرجه طالما ليه حق طالما عنده اعاقه طالما عنده اعاقه او بتواجهه اي صعوبه وموجود ده كله. هو قزم يعني مش انا اللي اقول ان هو قزم وانا مش قزم يقول قزم مين؟ التقرير الطبي. هو دوت اللي هي الجهه المنظمه بيها وزاره الصحه. طيب يا دكتور ايه بقى الفايده اللي بتعود على ولادنا من ذوي القدرات الخاصه من الكارنيه؟ الكارنيه دوت ليه بعض الفوائد اتاحت له الدوله والقانون الاشخاص ذوي الاعاقه والاراده السياسيه للدوله والرئيس عبد الفتاح السيسي داعم جدا للاشخاص ذوي الاعاقه وضد الاشخاص ذوي الاعاقه. والقانون اتاح لهم جميع الحريات اللي هو يعني زي يروح يلعب رياضه، ازاي يخش سينما، ازاي يبقى مدمج في المدرسه، ازاي يقدر يحقق الترفيه حتى. القانون شارح واضح كل المواد دي. بالنسبه للقانون، بالنسبه لبطاقه الكارنيه ايه هو اللي يثبت؟ يعني حضرتك معاكي بطاقه رقم قومي مكتوب فيها انثى متزوجه كذا بياناتك. القانون الاعاقه بيكتب ايه بقى؟ انا خالد شوقي ذكي اعاقه يبقى انا كده ايه بقيت ايه؟ معاق. ده هو ايه؟ كارنيه اثبات الاعاقه. بناء عليه بتاخدي الحقوق اللي بتتاحها الدوله اللي هي التيسيرات. تقدر تركبي المترو بتذكره مخفضه، يعني مثلا التذكره المترو تروح من 5 جنيه 7 جنيه لا بنص جنيه لجميع الخطوط يعني لجميع يعني المحطات. فوائد متوقفه بس على المواصلات؟ او المواصلات القطر لا مش حاجة طبعا الاسكان التعليم الدمج التعليمي. يعني حضرتك دلوقتي انا لو عندي ولد الاسكان ازاي يا فندم؟ الاسكان بتقدمي في الاعلام ب 5%. من سن كام؟ من حسب الاعلام بقى. الاعلام بيحدد من 21 سنه او 22 سنه لحد 45 حسب الاعلام منازل. تنطبق عليها شروط السن للاعاقه او غير الاعاقه هي واحد سن. طب ايه الفرق بقى بين الكارنيه القديم وكارنيه الخدمات المتكامله اللي احنا سمعنا عليه الحديث دلوقتي؟ الحديث دوت اسمه حديث. يعني ايه حديث؟ يعني فيه كل بياناتك. الكارنيه الثاني كان ورقه ومكتوب على الاسم والاعاقه حركيه او يعني بيقول ان ده شخص ذو اعاقه. لكن ايه هي الاعاقه؟ هل اعاقه سمعيه بصريه؟ مش موجود محدد. طب ايه الدعم اللي بياخده؟ ايه اللي مش حقه ياخده؟ ايه الحقوق اللي بترتب عليها؟ وكان سهل تزويره. لا يصعب تزويره. لانه عامل زي كارت الفيزا بالظبط. حضرتك كنت قلت لنا ان هو بيستخدم بره كمان؟ طبعا. ازاي؟ بصي يا فندم الدول اللي هي العربيه او الاجنبيه اللي بيتعاملنا بالمثل بيستعمل عندهم. يعني هم بيقدموا خدمات. انا كشخص ذوي اعاقه وموجود في دوله عربيه مثلا. فالدولة بتعمل ايه؟ بتقدم خدمات للاشخاص ذوي الاعاقة المصريين، طالما بيعاملوني كده انا بعملهم كده. وفي جميع الحقوق. يعني لو مثلا مقيم شرط الاقامة. خلاص او حتى لو في رحلة، يعني مثلا هو مثلا جاي رحلة. طالما معاك كارنيه الاعاقة والبلد هناك انا ما بروح رحلة هناك وقدموا لي بعض الخدمات انا بقدم لهم بعض الخدمات. طيب يا فندم هل القرار الجديد اللي احنا سمعنا عنه اللي بيخير ذوي الاعاقة بين السيارة وبين المعاش؟ في القانون الجديد او في الكارنيه الجديد ليه بقى يا فندم؟ لان السياره دلوقتي بقت ملغومه بالكامل. السياره ملغومه بدون جمارك. فانت دلوقتي كانسان شخص قادر انك تشتري عربيه. فاذا معاش كفل وكرامه ده معاش للايه؟ الحد الادنى. ده يا دوب حد الادنى. يعني شخص ذوي اعاقه مالوش عائل، مالوش دخل، مالوش شغلانه. فالدوله بترعاه وتديله ان هو يقدر ايه؟ يعيش. يعني لكن انا بقاش انا عندي عربيه وباخد حق مش يعني انا عندي عربيه خلاص. يعني اذا جبت حق العربيه دي منين؟ حتى لو انا يعني لو اخواتي ساعدوني ووالدي ساعدني انا ما بشتغلش. فهم ده دوت الايه اللي استقر عليه الايه الراي. استقر الراي ان اما العربيه يا اما المعاش. يعني يخير بين الامرين. لان المعاش اصلا هو لا مش العربيه. المعاش مش بيخير. هو انت دلوقتي بتاخدي معاش طالما انت قادره تجيبي العربيه. يبقى اذا بتاخدي معاش ليه؟ المعاش ليه ضوابط. يعني المعاش ليه ضوابط. الضوابط دي ان انت ما يكونش عندك دخل. ما حدش بيقول لك لا اخوكي ولا اختك ولا والدك ولا والدتك ولا عندك ورث ولا عندك شغل ولا عندك دخل. طب انت جبت العربيه منين؟ طب ولو جبت العربيه هنحط بقى بنزين منين؟ هيبقى صعب. هيبقى صعب يعني حتى لو غير قادر واحد يداني العربيه حتى.
احنا طبعا يا فندم استفدنا جدا النهارده من حضرتك ان احنا ازاي نقدر نطلع الكارنيه لاولادنا وايه الافاده اللي هتعود علينا، وان شاء الله تبقى حضرتك معانا طبعا بتمثل المجلس، وده شرف عظيم لينا وجودك معانا، وتبقى معانا ان شاء الله في حلقه ثانيه. بشكر حضرتك جدا في نهايه الفقره. انا والاشخاص ذوي العاقه كلهم في مصر، وتحياتنا والساده المشاهدين، وبلغوا تحيات دكتور اشرف مرعي. طبعا استاذ دكتور اشرف مرعي، يعني احنا عاجزين عن الشكر طبعا. مجلس الاشخاص ذوي الاعاقه، وربنا ييسر ومصر تبقى جميله ومصر تبقى احسن، واحنا في تطور والاعاقه الحمد لله ان شاء الله باداره داعمه للاداره السياسيه للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء والحكومات والوزارات، وبننسق بينهم، واحنا وصلنا لحاجات يعني تقدم في الاعاقه جامد ان شاء الله. اللي جاي يكون افضل، والحق الجاي افضل، وحضراتكم طبعا عاملين مجهود جميل، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل. شكرا جزيلا، نورتنا نورتنا وشرفتنا. الله يخليك، شكرا. هطلع مع حضراتكم تقرير عن بطل، يعني بطل في الكاراتيه من متحدي اعاقه حركيه، ونشوف التقرير مع بعض. امال اخواتك فين يا عمر؟ امال اخواتك فين يا عمر؟